حارس نوير أو كاسياس. بما أني ألماني وعروقي ألمانية فلح روح مع الأسطورة التي لن تتكرر نوير. أنا برأيي الشخصي نوير عمل نقلة نوعية بحراسة المرمى، لهيك رح أختار راموس أو فان دايك. راموس مع فان دايك، أي شخص بيقارن راموس بفان دايك لازم يراجع نفسه، راموس أعلى بمراحل رغم أني برشلوني يعني. راموس أفضل بمراحل. إنيستا أو مودريتش؟ أوه فاي صعب كتير علي لأني بحب الاثنين واستمتعت بالاثنين، هذا عين وهذا عين، ولكن حقول إنيستا لأني بحبه أكثر. يعني هلا أنا إذا بدي أختار هاد بيقولوا لك حمدون، إذا بدي أختار هاد بقول عبسي. يا جماعة أنا رح أروح مع اللي شفته أكثر بصراحة. الخلاصة أخي. اللي شفته أكثر واللي أفضل بوجهة نظري هو مودريتش. بنزيما أو سواريز؟ بصراحة بنزيما قدم موسم رائع الموسم قبل الماضي. فلح أروح مع سواريز بصراحة. عامر. برأيي الشخصي كمسيرة سواريز أفضل. كبراين سواريز أفضل.